السنة ماضية، السنة ماضية، أناس تحيا وأناس تموت، وأكثر الناس عن الموت غافلون. من أجل هذا جعلت الحديث عن الموت وعظاته، جعلت الحديث عن الخطب الأفظع والأمر الأشنع، إنه هادم اللذات وقاطع الراحات وجالب الكريهات، إنه فراق الأحباب وانقطاع الأسباب ومواجهة الحساب. نصحنا نبينا ووعظنا وأبلغ فقال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، ذكر الموت حياة ونسيانه غفلة، ومن استحى من الله حق الحياة لم يغفل عن الموت ولا عن الاستعداد للموت. قال صلى الله عليه وسلم: من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. بلل أعيني والقلب أحرقت هنا. وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فرصة إلا ذكر أصحابه بالموت وما بعده. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أبصر جماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. قال: ففزع صلى الله عليه وسلم وقام من بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه. قال البراء: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع. قال فبكى حتى بل الثرى من دموعه. جراحي وماذا تكون الجراح. ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا. وهكذا صار السلف من بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم يذكرون الموت ويذكرون الناس به. فهذا أويس رحمه الله يخاطب أهل الكوفة قائلا: يا أهل الكوفة توسدوا الموت إذا نمتم، واجعلوه نصب أعينكم إذا قمتم. قيل لبعض الزهاد: ما أبلغ العظات؟ قال: النظر إلى محلة الأموات. وقال آخر: من لم يردعه القرآن والموت فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. بدمع العيون براج الصدى. إن زيارة القبور وشهود الجنائز ورؤية المحتضرين وتأمل سكرات الموت وصورة الميت بعد مماته يقطع على النفوس لذاتها، ويطرد عن القلوب مسراتها. من استعد للموت جد في العمل وقصر الأمل. يقول اللبيدي: رأيت أبا إسحاق في حياته يخرج ورقة يقرأها دائما، فلما مات نظرت في الورقة فإذا مكتوب فيها: أحسن عملك فقد دنا أجلك. وجرحي يلون درب المدى، ولولا الهدى ربنا واليقين لضاد سهور الجراح سدى. استعد إذا جاءك الموت، ألا تصيح بأعلى الصوت تطلب الرجعة، فلا يستجاب لك.